لساتنا معكم الأطباء السبعة، وهلا وصلنا لفقرة المسابقة اللي من خلالها بتنافس الأطباء مع بعض ومين راح يفوز فيهم بفقرة اليوم. احنا بنحاول من خلال هالفقرة نوصلكم معلومات طبية دكتور أمال، هيك بطريقة يعني دكتور زيد دائما بفوز فيها على اساس لا 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 هيك بيحكي دائما هو بحاول يموه بحاول. فاليوم راح تنافس مع أمال لطيف مع رامي بفوز دائما اكيد. طيب يومنا نشوفك جاهزين. اوكي طيب راح يكون في سؤال لكل واحد فيكم، السؤال بيتكون من اربع خيارات، كم تجاوبوا الخيار هي طلع اول سؤال، السؤال راح يكون ما تطلع، السؤال راح يكون الدكتورة أمال. اوكي كم يبلغ وزن الجلد في الإنسان؟ مش سهل السؤال. لا 1.8 كيلوغرام، 2.3 كيلوغرام، 3.6 كيلوغرام، 4.4 كيلوغرام. بعرف إن سؤال صعب يعني لو فكفكتوا حدا هيك على فكرة كم... هذا الحكي ما بنتعلمه بكلية الطب يعني هذا في قرر عشان نحكي للناس يعني should be different من شخص لشخص. طبعا بيختلف من شخص لشخص حسب الـ size والبد ماس اندكس. طب يعني كيف هم حاطين هذا السؤال؟ نعطي يعني رينج يعني اقول 3.6 لواحد وزنه يعني طبيعي 70 سمباتيك زي 3.6 جواب نهائي. ويل ام جيسنج يعني مش متاكده من الجواب يعني انت شكلك بالجامعه في المالتي تشويس جيسنج وتنجحي دائما الجواب صح 3.6 3.6 جواب صح لدكتورة امال ابدعتي والله من دون من دون والله صراحه رهيب ظابطه معك اليوم. طيب السؤال اللي بعده دكتور زيد اعطوني سؤال اخصائي العظام دكتور زيد ابو غوش. عدد انواع الغضاريف في جسم الانسان 2 3 4 5 يعني ثلاث رقم ثلاث السؤال رقم ثلاث الجواب رقم ثلاث يعني اربعه 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 الغضاريف اربعه بدي اجاوب نفس زي بجاوبتي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 انا بحكي اربعه اربعه جواب نهائي بدي اجاوب زي امل اربعه الرقم ثلاثه جواب نهائي اربعه الرقم ثلاثه نعم يعني رقم اربعه ولا رقم ثلاث لا هم اربعه بس الجواب رقم ثلاث يعني اظن تشويس نمبر 3 اربع غضاريف في ايوه انا بعرف اللي هي اللي هي اللي هي خلينا نسميها المرنه اها اللي فيها الزجاجيه وبعدين غلط لا غضروف هم ثلاث ولا غضروفي لا غضروفي لا مرنه جواب غلط هيك تكون دكتوره امال بدينا من البدايه قويه يا زيد الكاميرا على الدكتوره امال واحد الكاميرا على الدكتور زيد صفر اكيد ما بعرف شو الغضاريف السؤال اللي بعده سؤال سهل جدا جدا نعم جدا نعم لمين بدكم اياه الي للدكتور زيد خالص اوكي معلش خلينا سؤالك زيد ولا بتجاوبه اعطيناه مره بالحلقات يعني سؤال ثاني بما انه صرت اخصائي عظام هلا يلا طيب. ماذا يمثل الرقم 37.2 تريليون في جسم الانسان وسمي التريليونات اللي موجوده هاي كم واحد واحد مين اللي قاعد اللي منتصر دكتور اريج ودكتور محمد رشيد معها يعني الله يسلمكم فيعني والله 37 تريليون 37.2 تريليون ركز على بوينت عدد خلايا الجسم خلايا 37 فكر دائما بيكون عدد خلايا الاعصاب الاعصاب ولا كل شيء هو بيفرق حكينا الجسم ممكن الاعصاب عدد الخلايا بس ايش هاي حكيتها عدد خلايا الجسم 37.2 ايوه طبعا انا بعرف طول عمري انها 37 مليون والله جواب صح هيك النتيجه زبطت معك هاي المره زبطت معك هيك النتيجه تعادل تعادل 1-1 دكتور زيد دكتور امال السؤال الحاسم الي انا لماذا تشير اي او كل من الاعراض التاليه ركز معي الارهاق والانهاك الشديد بعد ممارسه الانشطه البدنيه مشاكل في الذاكره او التركيز التهاب بالحلق ألم غير مبرر في المفاصل أو العضلات دوخة تزداد سوءاً مع النهوض من وضع الاستلقاء أو الوقوف نوم غير مريح دائماً تعبان هو متلازمة لأن أنا ساعدتك في مرة بحقتك أنا متلازمة تعب إرهاق تعب دائماً تعبان تحب يجاوب عني؟ لا لا لا, لا. ما تجاوب هايبوثيرويديزم؟ لا مش بال مش بالهرمونز؟ لا مش بالهرمونز طب عيد انه ما بصير نتحذر في اسم المتلازمه ارهاق وانهاك شديد بعد ممارسه الانشطه الرياضيه تعب مشاكل في الذاكره والتركيز تعب خلي جادي التهاب بالحلق ما تقولي مايستينيا جريفز لا التهاب بالحلق الم غير مبرر سندروم الم غير مبرر في المفاصل او العضلات كرونيك بيكون يعني دوخه تزداد سوءا مع النهوض من وضع الاستلقاء او الوقوف نوم غير مريح دائما تعبان يعني من قد ما هو تعبان يعني شكلك عارف ما تحكي قد ما هو تعبان يعني ربطوا باسمه كمان احكي تعرف لا باخذ جايزتين بحكي لا لا استنى نعدلها
كاونت داون تا 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 بس تحكي ما بعرف انا اعطيها يعني دكتور امال بقدرش مساعدة حدا بيعرف مش خاطر في بالي لا مش سهل هو بيبدا بحرف الام انت لسه بتحكي مش عارف يعني غلط يعني ثقتك بنفسك حسست انك عارفه احكي طب شو اشوف مالتيبل سكروسز لا منيرز ديزيز لا هذا هو الثقه بالنفس صح الحمد لله عشان نفسيتي ما تتعب ثقته بنفسه والله حسست انا حسست انه سؤال تافه لا واحكي وبعرفه مش بعرفه سيندروم متلازمه بيبدا بكرونيك كرونيك كرونيك فاتيك سيندروم صح متلازمه التعب المزمن متلازمة التعب المزمن أو كرونيك فاتيك سيندروم هو اضطراب معقد ينشأ عنه إرهاق شديد يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل ولا يمكن تفسيره تفسيراً كاملاً بحالة مرضية كاملة وقد يزداد الأمر سوءاً مع النشاط الجسدي أو الدهني غير أنه لا يتحسن مع الروح يعني هو صعب تشخيصه حتى يعني حتى يصل الطبيب يحكي عن أنه متلازمة التعب المزمن مسمينه اسم عجيب الكاميرا على دكتورة أمال احمل الكأس دكتورة هاي كأسك يعني أنا دكتورة أمال بتفوز بحلقة اليوم بدكتور زيد للأسف ما انت ما خليتني أجاوب يلا مش مشكلة خسران هاردك دكتور زيد هيك دكتور زيد بكون خسر بحلقتنا اليوم رح نستمر بالأطباء 7 خليكم معنا